خلينا بقى نروح لاجتماع أنا أشوفه مهم جدا، أي اجتماع متعلق بالثقافة والفكر أنا أشوفه من اجتماع مهم. تخيل لما يبقى الاجتماع ده ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيستقبل فيه مدير مكتبة الأسكندرية طبعا ومجلس أمناء مكتبة الأسكندرية، معايا على التليفون يعني أحد أهم وأبرز مفكرين ومثقفين وأحد أبرز علماء الاجتماع في منطقتنا العربية بالكامل إن لم يكن في العالم أيضا، وده دون أي مبالغة، دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا اهلا استاذ يوسف، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ وحشنا قد الدنيا. وشكرا على هذا الاطراء الذي لا استحقه. ده احنا اللي شكرا يا دكتور، ان حضرتك بتفضلنا من وقتك مساحه. لا والله انا شاكر لحضرتك وكل انجازاتك متميزه ومنيره. لا يا فندم خالص، انا اقل مما يعني تصف كثيرا. دكتور احمد، مهم عندنا ان احنا نعرف ما دار في هذا الاجتماع، يعني سبب هذا الاجتماع اللي دعاكم إليه فخامة الرئيس، ما الذي دار في هذا الاجتماع، وأيضا خلاصة هذا الاجتماع ما بين توصيات ونتائج زي ما بيتقال. وطبعا هذا الاجتماع بيعقد كل عام في موعد يحدده الرئيس، فخامة الرئيس، وإحنا ننسق مع مجلس الأمناء اللي هو بيتكون من عدد كبير من القادات الكبيرة من كل أنحاء العالم، من الوطن العربي ومن أوروبا ومن كل أنحاء العالم، ومن مصر أيضا، زائد مجموعة من الوزراء من مصر أيضا. هذا الاجتماع بيبدأ دائما يعني الرئيس بيكون حريص على أن هو يدعم المكتبة، وحريص على أن هو بيدعم الثقافة، وجزء من اهتمامه الكبير جدا أن هو يخلي المكتبة يعني تلعب دور ثقافي كبير جدا، اللي هو أن تكون نافذة لمصر كما قال في كلماته، نافذة لمصر يعني على العالم، ونافذة للعالم على مصر. طيب بتبدأ بتوجيهات مليئة بالرسائل الهامة جدا اللي احنا بنشتق منها بعض السياسات التي ننفذها في المكتبة. منها مثلا على سبيل المثال أشار إلى دور المكتبة في خلق إطار ثقافي يقوم على التنوع ويقوم على التعددية، أن تلعب المكتبة دور في نشر ثقافة التعايش وثقافة الاعتراف بالآخر وثقافة التفاعل ما بين المجتمعات وبين الأديان، أن تلعب المكتبة دور في يعني تشجيع الشباب وفي اكتشاف المواهب عند الأطفال وفي إعداد الأطفال وإعداد الشباب لعالم المستقبل، أن تشجع القراءة وأن يعني تدفع الشباب إلى مزيد من القراءة ومن نشر المعرفة، أن تشجع أيضا الشباب على استخدام بنك المعرفة اللي هو موجود في مصر، وأشار إلى أنه بنك المعرفة يمكن أن احنا يعني حاليا مصمم على انه ممكن الشخص يدخل له من اي مكان بالموبايل، يعني بحيث ان تبقى المعرفه العلميه والمعرفه الثقافيه متاحه لكل مواطن بيمتلك في ايده موبايل يقدر يتعلم من خلاله من خلال بنك المعرفه. صحيح. هو اشار الى كثير من القضايا، ثم انتقل الحديث الى اعضاء مجلس الامناء الذين ادلوا بدلوهم في الحوار وتحدثوا وطرحوا موضوعات عديده جدا، حتى موضوع غزة طرح والحرب التي تشنها يعني هذه الحرب الغاشمة على غزة، ويعني القسوة الشديدة جدا التي تتعامل بها إسرائيل مع سكان غزة، والدور اللي بتلعبه مصر في الدفاع عن الفلسطينيين طبعا، وفي الدفاع عن القضية الفلسطينية، يعني قضايا عديدة جدا. احنا طبعا في المكتبة بنستمع إلى هذه التوجيهات بشكل في نوع من الوعي بإمكانية تحويلها بعد ذلك إلى سياسات وإلى خطط عملية يمكن أن احنا ننفذها في المكتبة في العام القادم، وتتكرر هذه اللقاءات كل عام بحيث أن احنا في المكتبة تظل دائما يعني بتعمل، لأنه رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمناء. طب دكتور احمد، عندي سؤال. وتحت هذه التوجيهات احنا بناخدها بالفعل، وفي العام الماضي مثلا احنا طرحنا موضوع جوائز المكتبه
احنا خلاص خلصنا جوائز المكتبة وهنعلن في الأسابيع القادمة على جائزة كبيرة للقراءة في مصر وعلى جائزة عالمية للمكتبة اسمها جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية وجائزة لإبداعات الطفولة. عملنا سلسلة من الكتب للشباب اسمها سلسلة التراث الإنسانية للناشئ والشباب بناء على التوجيهات التي تمت في العام الماضي. طب دكتور أحمد، احنا مرة إن شاء الله هنعمل مشروعات مبتكرة في المكتبة في حلو. السنة القادمة. أنا أتذكر يا دكتور أنه مرة كان لي حظ وشرف أن احنا كنا اتكلمنا شوية على مسألة أنه مكتبة الإسكندرية التاريخية أظنها أول جامعة مدنية كانت موجودة في العالم القديم، فكانت تقام فيها المحاضرات وندوات الفلاسفة والمفكرين وتنشر فيها أبحاث العلماء المعاصرين لهذه المكتبة على مختلف الأزمنة. وكنت بقول لحضرتك أما أن الأوان لأنه مكتبة الأسكندرية يبقى بتمنح شهادات في الدراسات العليا وكأنها أكاديمية عليا استثماراً لهذا التاريخ، استثمارا لهذه القيمة، وأيضا استثمارا لكلمة مكتبة الأسكندرية وهي المعروفة على مستوى العالم. هل ناقشتم ده مع الرئيس؟ أنا بشكر حضرتك يعني على هذا على طرح هذه القضية، لأنه أنا كنت دائما متحمس إن احنا نعمل في مكتبة الأسكندرية جامعة، وطرحت هذه الفكرة منذ أن قدمت إلى مكتبة الأسكندرية. صحيح. ولكن من خلال الحوارات التي حضرناها مع فخامة الرئيس في العام الماضي، ومن خلال أيضا المراسلات المختلفة، ومن خلال مناقشات داخل مجلس الأمنة، لأنه احنا بعد ما بنجتمع مع الرئيس بنجتمع بيننا وبين بعضنا البعض في مجلس الأمنة وبناخد قرارات، فإحنا طورنا فكرة إنشاء الجامعة وتوصلنا إلى فكرة سوف يعني بدأنا نطرحها، يعني هي بين الجامعة وبين البحث العلمي والتفكير الخلاق. هنعمل حاجة اسمها دار مكتبة الأسكندرية للابتكار والمعرفة. وهذه الدار فيها المكونات التالية: فيها مركز للإبداع الشبابي، يعني هيبقى فيه كده زي بارك للشباب المتخصصين في التكنولوجيا المعلومات بالذات، ونديهم الفرصة والمنح لإجراء بحوث وعمل ابتكارات يمكن ان هي تبقى ابتكارات تتحول الى براءات اختراع فيما بعد وتبقى ليها تطبيقات في مجال الصناعه. ونعمل مركز تميز بحثي، نجيب عدد من الاساتذه من كل انحاء العالم ونجعلهم يمكثون في هذا المكان لفتره زمنيه معينه، يجرون فيها ابحاثا وينشروا نتائج هذه الابحاث ويشرفوا على الشباب اللي هم بيعملوا ابتكارات. هيبقى فيها مركز اسمه مركز التفكير الحر والمعرفة للفلاسفة والمفكرين وعلماء العلوم الاجتماعية والأدباء يفكروا فيه، يعني حاجة زي الكوليج دي فرانس كده اللي موجودة في فرنسا، اللي فيها اللي بيقولك أنا قضيت 3 شهور في الكوليج دي فرانس، أنا يعني صح. قضيت 4 شهور في هذه في جامعة مثلا الكامبريدج عشان عملت البحث الفلاني. هنعمل فيها أيضا جامعة صغيرة، مش جامعة يعني كلية للدراسات العليا، أكاديمية عليا تدرس تدرس تمنح درجة الماجستير والدكتوراه في مجال المكتبات وفي مجال الكمبيوتر، لأن المكتبة يعني فيها يعني قسم قطاع كبير للتكنولوجيا المعلومات ومتفوق جدا لدرجة ان هو دخل في يعني استخدامات الذكاء الاصطناعي. هنعمل فيها مركز للتعلم الحر، بمعنى ان مثلا واحد عايز يتعلم تاريخ، هو مش عايز يحصل على شهاده بس عايز يعرف تاريخ بلده كويس، واحد عايز يعرف جغرافيا بلده، واحد عايز يعرف مثلا تاريخ مدينه الاسكندريه. وانا عندي مركز مخطوطات مهول في المكتبه. وفي نفس الوقت طبعا في مركز مخطوطات وفي شغل في موضوع المخطوطات كبير. صحيح. جدا طبعا. جدا. وهنفتح في الجامعه دي او في الكليه دي نمنح درجه ماجستير في تحقيق المخطوطات. ايوه. طب وعلم يعني الاجتماع؟ يعني هو ده الفكره اللي احنا بنطرحها. طب والفلسفه وعلم الاجتماع يا دكتور؟ ما هو في الفلسفه وعلم الاجتماع في القسم بتاع القسم الخاص. طبعا في
في الجامعه دي ممكن احنا على فكره نعمل حاجات في التاريخ وفي علم الاجتماع. ايوه بس هتبقى مفتوحه مكان كده يبقى فيه امكانيه لانه يتخلق فيه اشكال من الابداع سواء الفكري او المعرفي او التكنولوجي، يعني ابتكارات الابتكار وكده، تبقى مكان منير كده. وهنعمل ايضا في نفس في مكان اخر عندنا الارض مركز فنون. في مركز الفنون هذا سوف يكون هناك مركز لتعليم الاطفال، سوف يكون هناك متحف اثنوغرافي. المتحف الاثنوغرافي ده يعرض عادات وتقاليد مصر سواء كانت في شكل مادي زي الازياء والخبز والاشياء دي، او في شكل معنوي زي الرقص والغناء والفنون المختلفه، بحيث انه يعرض للمحافظات المختلفه. اللي بيدخل المتحف ده بيعرف شكل مصر الثقافي الفلكلوري كيف تكون، يعني ممتاز. مثلا جنوب مصر، وسط مصر الوسطى، منطقه القاهره الكبرى، منطقه شمال الدلتا، غرب الدلتا، شرق الدلتا، وممكن بالمحافظات. ونعمل فيه ايضا مكان لتعليم الاطفال الموسيقى، ومكان للفنون الحره، يعني مكان كده مفتوح الناس تروح تعمل فيه فن، ترسم، اللي عايز يرسم الادوات موجوده يرسم، اللي عايز يعمل صلصال يعمل، اللي عايز يعمل فخار يعمل، اللي عايز يعمل خزف يعمل، اللي عايز يعمل اي حاجه، تبقى فيه فنون حره كده موجوده، ساحه للفنون الحره في هذا المكان. والله يا دكتور لا تتصور مدى سعادتي بجد، مش هزار والله، باللي انا عمال بسمعه، وعايز ازود سعادتي حبتين في انه ادعو حضرتك تنورنا في البرنامج على موضوع ما عمال بيتبلور في مخي دلوقتي، الا وهو انا محتاج ان احنا نتكلم مع دكتور احمد زايد، مش بس مدير مكتبه الاسكندريه ولكن عالم الاجتماع، حول التطور الاجتماعي والفكري للمجتمع المصري خلال تقريبا الـ30 او 40 سنة اللي فاتوا. اعتقد احنا محتاجين نفهم ونعرف ونتعلم نفسنا اكتر ما هو حادث الان، يعني وانه ده يبقى يعني على ايد دكتور احمد زايد هذا العالم الكبير، وبالتبسيط اللي حضرتك بتعودنا عليه، حتى انه العوام اللي زي حالاتي نقدر نبقى فاهمين ونعرف ذواتنا، وهيبقى مفيد لينا كلنا واحنا بنتعامل مع بعض، يعني ما يبقاش في حالة كده فجوات ما بين النخب وما بين المجتمع زي ما بيتقال. أتمنى يا دكتور تلاقي لنا وقت ونعمل حلقة على كده، أو حتى حلقتين أو ثلاثة، يعني ده شيء أنا أظن مهم. دكتور أحمد أنا سعيد، فخور، متشرف جدا، كل الشكر دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية.